مشاهدي قناة الشروق نيوز، أهلا بكم من جديد في برنامج المورنينج لنهار هذا اليوم 6 ماي 2018. قبل يومين كانت الجزائر تعيش حدث ثقافي وهي مسابقة الجينيريك الذهبي. في تلك الليلة أو في تلك الأمسية تم الإعلان في العراق من جهة أخرى على فوز الزميل رشدي رضوان بالجائزة الذهبية في مهرجان وسط السينمائي بالعراق عن أحسن نص، عن نص سنونوات أيلول، معي الفائز والصحفي والصديق رشدي رضوان ورئيس تحرير القسم الثقافي بجريدة أو بقناة الشروق نيوز. أهلا بك رشدي. صباح الخير جهيد. صباح الورد. خليني شوية نألف الجلسة معك في, في, في سياق المحاور وليس نعم. الزميل اللي نشط معك. نعم. مرحبا وبيا عندكم، وسعيد أني أجلس في هذا البلاطو اللي دائما ننظر اليه من وراء الكواليس ومن وراء الكاميرا. اليوم رانا ضيف عندك جهيده، مرحبا. مرحبا بيا واش تحبي. لا 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 لا، مرحبا بك، تهلا فيك كما يقولوا. رشدي رضوان، اولا مبروك هذه الجائزه الذهبيه في احد المهرجانات المهمه في العراق، مهرجان وسط السينمائي هناك. الف مبروك الجائزه، احكي لنا عن تتويجك بها، متى كان يعني التفكير في ارسال هذا السيناريو؟ كانت منافسه قويه بينك وبين عديد الفائزين، احكي لي. بارك فيك جهيدة. المهرجان هو مهرجان وسط الدولي السينمائي المختص في الافلام القصيره، وهذا هو اللي يخلي عنده خصوصيه مقارنه او في سياق او في خضم المهرجانات العربيه والدوليه اللي تعنى بالسينما، خصوصا وانه هناك مهرجانات كثيرة أصبحت تعطي لتيمة السينما قيمة في السنوات الأخيرة. هذا المهرجان بالتحديد يعطي الأولوية للفيلم القصير، وهذا هو اللي خلاني حفزني أنه أشارك في هذا المسابقة نتاع هذا المهرجان، حتى أعرف كأنها ترمومتر لكتابة الأفلام القصيرة في الوطن العربي بشكل عام. أكثر من 160 سيناريو من مختلف دول العالم، حتى من فرنسا، من إيران، من 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 انجلترا، وصلت الى لجنه تحكيم مسابقه المهرجان، وتم فرز السيناريوهات من طرف لجنه متخصصه، وصلت الى فرز قائمه ب 15 سيناريو، ثم قائمه ب 3 سيناريوهات متاهله للنهائي، ثم الحمد لله اختيار نص سنونوات ايلول كافضل نص او جائزه ذهبيه لافضل سيناريو فيلم قصير في هذا المهرجان. سعيد بهذا التتويج وسعيد بهذا الإنصاف، لأنه دائما عندما نتحدث عن السيناريو وكتابة السيناريو في الجزائر نتحدث عن قلة الأقلام اللي تكتب في هذا الشأن، ونتحدث عن غياب كتاب السيناريو في هذا السياق، لكن صدقيني جهيدة هناك في الجزائر من يحسنون أو يمتلكون نصية الكتابة للسينما، كتابة للمسرح، الكتابة لأي صيغة فنية، لكن فقط لابد أن نعطي لهم الفرصة. ممتاز. سنونوات أيلول، ما على باليش على شروش دي مصباح وأنا نضغط على نفسي باش نقرأ سنونوات أيلول. حابة أقول سنونوات بابل، لا أدري لماذا. سنونوات هو بابل. سنونوات بابل لأنه متوج في بابل، لكن سنونوات بابل. أيلول معروف أنه السنونوات زمانها الطبيعي هو الربيع وليس في الخريف، وأيلول هو سبتمبر يعني زمن الخريف. المفارقة أنه تظهر السنونوات في أيلول في الخريف، وهذا ما ربما يخلي عتبة كما نسميها في الأدب عتبة نصية تحيل إلى محتوى السيناريو. في السنوات الأخيرة طغى أو طفى على السطح مصطلح الربيع العربي، وما أدراك ما الربيع العربي، وبالتالي في كثير من التجارب في الوطن العربي تحول إلى خريف، وبالتالي في البروفيرب المعروف عندما نقول سنون واحد قد يصنع الربيع أصبح العكس، سنون واحد قد يصنع الخريف، وهو ما حدث في كثير من الأوطان العربية. السيناريو كتب باللغة العربية الفصحى؟ نعم، لا باللغة العربية، لكن هو سيناريو تقريبا في حوالي 5% فقط حوار، لكن أغلب السيناريو هو مشاهد سينمائية يعني تجسد فقط، هي مكتوبة للسينما، مكتوبة للسينما، وبالتالي الحوار فيها نقص، لذلك الحوار فيها ما كانش كثير، وبالتالي لم ألجأ إلى لغة معينة لكتابة السيناريو، كان نص عبارة عن نص بلغة عربية فصحى، لكن بعض أو ما تبقى من الحوار في هذا النص كتب بلغة عادية، لغة دارجة جدا. يوسف شاهين عندما كان يسأل عن الإخراج ويسأل تحديدا عن السيناريو باعتبار أنه كان يعطي أهمية كبيرة للسيناريو، صحيح. كان يقول عندما
أقرأ سيناريو، أحتاج أن أقرأ مشاهد سينمائية صحيح. مقطعة، لا أحتاج صحيح. أن أقرأ نصوص صحيح. هكذا إنشائية. ويوسف شاهين عندما سئل عن الوصفة السحرية لنجاح أي فيلم قال السيناريو ثم السيناريو. نعم. وهذا للأسف ما قد لا يدركه كثير من المنتجين، دائما يروحوا يبحثوا عن النجوم، يبحثوا على التمويل، يبحثوا على المخرج ربما الجيد، لكن في غياب ورق ليخلي هذا الجسد السينمائي، الجسد الفني عنده قابلية لدى الجمهور. الجمهور ذكي، وطالما استغبينا هذا الجمهور بين قوسين، واعتذر على هذا التوصيف، لن يصل أي منجز فني سواء كان عنده تمويل كبير أو نجوم كبار أو مخرج كبير. الكتابة ثم الكتابة ثم الكتابة هي عمود الفقري لأي عمل فني. نعود نرجع لتيمة هذا السيناريو سنونوة أيلول. تيمة الربيع العربي رشدي رضوان لا تزال حاضرة، تيمة الأزمات السياسية، احنا نشئنا ما بين في الثقافة نجد أنفسنا نكتب في السياسة، صحيح. عندما نتحدث عن الثقافة نجد أنفسنا نتحدث عن السياسة، عن الحكام، وكأن ما يحدث اليوم أو ما حدث نتمنى أنه لن يتكرر ولا يزال يحدث، كأنها شخوص سينمائية تكتب هكذا سينمائيا ما يحدث في الربيع العربي لشخصيات صنعت الجدل على امتداد 5 سنوات الأخيرة. صحيح، في السنوات الأخيرة كان معطى آخر جهيدا وأنت تدركينه جيدا، هو أنه صيغ أخرى من الكتابة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في التعبير أصبحت سباقة على ما تكتبه النخبة أو على ما يكتبه النخبة. يعني كثير من الصيغ أو الأصناف الفنية تم تمييعها لصالح صيغ أخرى قد تكون في الفيسبوك وفي التويتر أو في أي منجز أو أي منصة إلكترونية أخرى، وبالتالي لم تعد النخبة هي التي تقود المجتمع، وإنما أصبح فعاليات المجتمع هم اللي يقودوا النخبة عن طريق كما قلت منابر أخرى، وبالتالي أصبح النص الفني سواء في الأدب في السينما في المسرح غير مواكب لهذا التطور الكبير في الوطن العربي خصوصا، وبالتالي ثبت قصوره في التعاطي مع هذه الأحداث الكبرى في الوطن العربي، وبالتالي أصبح المنجز السينمائي أو المسرحي أو الأدبي يأخذ من هذا اليومي الكوتيديان اللي نعيشه يوميا. عندي شوية الألرجي الحين جاهدة معليش وبالتالي النخبة الآن لابد عليها أن تلتحق بمن سبقها من ركب غير بين قوسين غير نخبوي، لأنه السينما الآن أو المواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تفرز صيغ فنية مختلفة تماما عن ما نعرفه، ولهذا دائما يتهم مشاهدينا المثقف بالوقوف في الأبراج العاجية وأنه يرى دائما البسيط من الفوق، وهنا ربما نعيد قلب الآية على المثقف أن ينزل أن نرى أن ليس فقط أن ينزل، يعني ما نش نقوله باللي المثقف يروح يكتب أشياء ربما يميحها كما يميحها كثير من الناس، لكن أن, 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 أن يكون بمستوى هذا الوعي اللي أصبح في مناطق أخرى غير نخبوية، وبالتالي لابد أن يكتب المثقف أو أن يشبه المثقف واقعه. الشاعر اللي ما زال يكتب لي على الخيمة وعلى مكر مفر مقبل وعلى الأمور لابد أن يطور نفسه. المسرحي أيضا اللي ما زال لاصق لي في هاملت وموليار، ورغم أننا نقدر هذا المنجز العالمي الكبير ونحترمه، لكن لابد أيضا أن ينزل إلى واقعه وأن يعطي نصوص تشبه هذا الجزائري اللي عايش معه. السينمائي أيضا اللي ما زال يخمم لي في نصوص عبثية وكذا، مليح إنه الواحد يخمم في أعمال نخبوية، لكن على الأقل أن يشبه واقعه من خلال نصوص تحترم عقل هذا المطلق. نعود نرجع للجائزة سنونوات أيلول. الحمد لله الجائزة الذهبية عن أحسن نص، يهمنا أن نرى هذا النص في فيلم قصير أيضا. وعلاش لا وعلاش لا احنا هل في مشروع أنا 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 همي الأول هو الكتابة، وباعتبار أننا نشتغل في السمع البصري دائما لنا علاقة حميمية مع الصورة، ونأمل أن تكون كتابتنا دائما تلتصق مع هذه الصورة. أنا كان عندي تجارب سابقة في المسرح في السينما أيضا في الأدب، وأستمتع دائما عندما يتحول نصي المنجز أدبيا إلى شيء نشوفه على الركح أو على 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 شاشة سينما. مؤخرا كان عندي أعمال مسرحية لما نكتشفها على الركح عندها ذوق آخر، تعيد اكتشاف نصك وتعيد دخول هذا النص من أبواب أخرى ربما كنت تجهلها. نفس الشيء بالنسبة للسينما، أنت يا جاهدة تعرفي جيدا أنه عندما نكتب سكريبت أو نكتب
نصل لأي عمل سواء توثيقي أو تقرير أو كذا، عندما نشوفوه في الشاشة يكون عنده طعم آخر. وبالتالي نفس الشيء، هذا فيلم قصير حائز على جائزة مهمة في مهرجان مهم خاص بالأفلام القصيرة، أأمل أن تكون في الأيام القادمة وفي المرحلة القادمة نشوفه في شكل صورة، وخصوصا إذا كانت من منجز جزائري خالص. ممتاز، نعود المنجز الجزائري الخالص يتجسد من خلال المهرجانات تعنى بالفن والإبداع. مؤخرا في سهرة 3 ماي كان في دار أوبرا بوعلام السايح سهرة الجينيريك الذهبي، جوائز لأحسن مخرج، لأحسن ديكور، لأحسن سيناريو، لأحسن. كيفاش تشوف في النهاية هذا الجوائز؟ هي تعطي دفعة قوية للآخر، اعتراف، وقفة، نعم أنت أحسنت ونطلب منك المزيد. صحيح، لا نملك إلا أن نثمن مثل هذه المبادرات. كل تظاهرة أو فعالية تعنى بتكريم المبدعين وتحفيز الذين يبحثون عن تميز آخر، احنا نبارك لها ونشد على أيديها. هذه الفعالية اللي كانت وراءها الجمعية الجزائرية لمهنيات، نحط تحتها سطرين لأنه دائما النساء سباقات في الإبداع، تحية للأخت سميرة حجيلاني المنتجة، نعم، ورئيسة هذه الجمعية، لمهنيات التلفزيون والسينما، يعني المكان الذي لا يؤنث، لا يعول عليه، لا يعول عليه. والفعالية التي لا تؤنث لا يعول عليه. هذه فعالية مؤنثة لكن جوائزها مفتوحة لجميع الأجناس سواء البشرية أو الفنية. يعني شفنا السيناريو، شفنا كان في الدراما، شفنا كل شيء جميل يعني. وكانت حفلة جميلة وراقية، والشروق ايضا حظيت بنصيبها من التتويج من خلال اعمال مهمه مثل مسلسل عاشور العاشر للمخرج الذي حظي بجائزه احسن مخرج، جعفر قاسم، المخرج المبدع جعفر قاسم، وايضا اعمال مهمه اخرى في تلفزيونات اخرى تحقق المنافسه. لماذا؟ لانه عندما تكون هناك منافسه في الساحه الفنيه يكون هناك انتاج، وعندما يكون هناك انتاج تتم تصفيه الجيد من الرديء. وبالتالي نأمل مستقبلا أن تعزز مثل هذه المبادرات، وأن نقول للمحسن أحسنت، ونقول للذي لم يحسن البركة في الجيش. الله، رشدي رضوان، كنت معي اليوم باعتبارك فائزا بالجائزة الذهبية في مهرجان واسط السينمائي بالعراق عن نص وسن نواتي أيلول. يعطيك الصحة رشدي. صحة جاي. شكرا لحضورك معي. شكرا. إذا مشاهدينا شروق مورنينغ تتمت هذا البرنامج، كنا معكم بدءا من الساعة 8 من نهار هذا اليوم، نلقاكم غدا بحول الله، إلى اللقاء.